الخوف في 2005 كان هو ضد طرف يريد أن يؤمن أساسات بناء ديمقراطية، وأطراف أخرى من خارج العملية السياسية لا تريد لهذه الديمقراطية أن يكون لها جذور. بمعنى كان هناك طرف مع الوطن وطرف خارج الوطن. اليوم في 2023 لا، المسألة الخوف يختلف. نعم. الخوف هو بين أبناء الوطن. بين أبناء الوطن نتحدث بصراحة، احتقانات 10/10 الانتخابات السابقة ما زالت موجودة في الساحة العراقي، في الشارع العراقي. اثنين، الجيوش الإلكترونية تعمل عمل جدا سيء في تهديم السلم الأهلي، ولا أحد من محاسب لهم جميعا، والكل يعلم أن معظم هذه الجيوش الإلكترونية لمن تعود ومصادر تمويلها. ثالثا، الانتخابات في كل الدول، الانتخابات هي حلول، لكن حينما تتحول إلى معارك هناك خوف من جميع المعتدل وغير المعتدل. نعم، المعتدل ينوه ينبه، ولكن الحل الأكبر هو بيد أبناء الوطن الذين هذا عنده سلاح وهذا عنده سلاح. الانتخابات الآن، الجو العام، نعم نحن مع تصميم أساسي على أنه المجالس محافظات كحال المجالس التشريعية، نص دستوري وحق مقدس، ولكن هذا المقدس ينبغي أن تتوافر له مناخات مناسبة. وأذكر لك مثال، في 2009 في انتخابات المحافظات الأولى كان عدد يعني اللي لهم حق التصويت 14 مليون وشوية، اللي شاركوا فعليا 7 ملايين. بمعنى أنا ذاك 7 ملايين ما شاركوا، هل أستطيع أقول ذوي 7 ملايين مقاطعين وممانعين وأنهم ضد الوطن؟ هذا لا يجوز. ومثال آخر، المالكي في 2009 حصل 127 مقعد وحصل 10 محافظين، في انتخابات 2013 حصل 97 مقعد وحصل حوالي 5 محافظين. بمعنى هي العملية صعود ونزول، ولكن حينما يكون هناك جو محتقن، نعم جو محتقن. ثانيا، هل هناك سلاح؟ نعم هناك سلاح متبادل. ثالثا، سؤال استراتيجي، هل تستحق انتخابات مجالس محافظات أن نؤدي أو نؤدي أو نقود البلد إلى الهاوية؟ نعم من حقنا أن نقيم انتخابات، ولكن ما هي الخسائر والأكلاف إذا قلنا مثلا خلينا نبحث في خيارات في أن نجعل قرار إقامة مجالس الانتخاب المجالس المحلية قرار وطني، وموضوع تأجيلها. وبالمناسبة موضوع التأجيل هو مو تحدي، طيب هو مو معنى إذا أجلنا انتخابات أنه بمثابة احنا هذا وارد متطلبات أو شروط لو فات أوانه، هذا وارد لو فات أوانه. أنا أقول بصراحة يعني على مستوى اللوجستيات، على مستوى البيومتري كأداء مفوضية، كل الأمور ماشي عدل. على مستوى المناخ كقدرات وزارة الداخلية ماشي عدل، لكن أنا أعتقد الموضوع فيه في الجانب السياسي. يا أخي ما زال هناك إشكالية في موضوع مستقبل نتائج مجالس المحافظات. طرف يعتقد أنها ستكون هي فقط ليست مسار ديمقراطي، ولكن هي مسار للسيطرة. الطرف الآخر يقول هذا أيضا إضرار بالتمثيل المكوناتي، طالما هم يتحدثون بإطار مكوناتي. طيب، أسأل سؤال، ما الضرر مثلا أن نبحث في خيارات التأجيل؟ خيار التأجيل هو ليس انكسار ترى، لا بس وليس خلي أسأل هو خسارة شيء. خلي أسأل شيء مثلا طرف المقاطع دكتور. نعم.